لو انت زملكاوي وقاعد متوتر ومش عارف تنام من امبارح ودماغك دايره فيها سيناريوهات كتير قوي عن الماتش، تعالى بقى عشان اخركب لك بطنك اكتر. طب يا صبر صبر، ايه يا كابتن؟ اخركب لك بطنك، اصل تصحى من النوم على خبر ان فرجاني سيسي جاله اصابه وجاله كورونا، وبعد كده تقول هيتعزل في المستشفى، لا هيتعزل في الفندق، لا فرجاني لسه يعمل مسحه تانيه، لا ما عندوش كورونا، لا في تخبطات، لا في مشاكل، لا في نقط ضعف ونقط قوه هنا وفي هنا وفي هنا، وفي كلام كتير قوي عن الماتش. فانت لو قاعد مطمن تعالى بقى ايه نكركب بطنك زي ما انا كده بطني مكركبه من امبارح ومش عارف انام. هنتكلم حاجات كتير النهارده عن ماتش الرجاء والزمالك. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك وسبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تيجي حلقات اول باول. يلا بينا بقى نخش على كركبه البطن ووقف القلب وتعب الاعصاب. قلبك هيقف. حطني رقم واحد في القصير. خلونا نبدأها برضو بالرجاء صاحب الأرض والطرف المفروض الأجهز نوعا ما عن الزمالك في مباراة يوم الأحد. الرجاء قبل ما نخش برضو في التكتيك زي ما اتكلمت امبارح على الأهلي والوداد، إن الرجاء البيضاوي الزمالك ممكن يبقى عنده أفضلية أفضل عنه في حاملين أو عاملين ممكن يفضلوا الزمالك عن الرجاء. أول عامل وإن الجمهور، مفيش جمهور في الملعب، عارفين إن جمهور الرجاء أو جمهور المغرب كعموم جمهور صافي جدا، جمهور شديد ما بيسكتش طول المباراة، بيعمل نوش لعيبة المنتخب المصري، وكده كده أصلا لعيبة المنتخب المصري اللعيبة المصرية يعني رجلها بتخبط على الجيران لما اول ما ينزل الملعب، ولا الملعب متقفل ركبه بتخبط على الجيران وبتبتدي بتوتر. وده شفته في كذا مباراه اللعيبه المصريه لما بتلعب ضد جمهور كتير، فعامل ان الجمهور مش موجود في الملعب ده عامل ممكن يفيد الزمالك نعمة شويه. العامل الثاني وهو العامل البدني. هتقول لي العامل البدني ليه؟ هقول لك برده ان الرجاء لحد اخر ثانيه في الدوري المغربي كان بينافس وكان بيلعب بالتشكيل الاساسي وما ريحش عشان ياخد الدوري، والناحيه الثانيه الزمالك نوعا ما برده بدنيا مش اجهز حاجه بسبب انه كان بينافس لاخر دقيقه على المركز الثاني. العامل البدني نوعا ممكن يكون متكافئ شويتين، لكن الحته بتاعت الجماهير دي هتفرق جدا جدا مع الرجاء. خلينا نتكلم شويه بقى عن نقط ضعف ونقط قوه الرجاء. الرجاء خلينا نتكلم في نقط قوته. نقط قوه الرجاء متمثله في ثلاث حاجات او متمثله في اربع حاجات. الثلاث حاجات دي اول حاجه وهو الثلث الهجومي، الرباع الهجومي بتاع الرجاء كلهم خطار، سواء محسن متولي او سفيان رحيمي او عبد الله الحفيظي او المهاجم مالانجو، الرباع دول خطار جدا جدا جدا. ليه؟ لان انت عندك في نص الملعب كمان لاعب ثالث او لاعب خامس معاهم اللي هو العرجون اللي بيلعب جنب فابس نجويما، نجويما جنبه العرجون، العرجون ده كتير جدا تشوف بيكمل في الثلث الهجومي مع عبد الله الحفيظي علشان يضغطوا على الزمالك. دي اول حاجه ان انت الثلث الهجومي بتاع الرجاء صعب جدا، الثلث الهجومي سريع جدا، بينقل الكره بسرعه 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 وبيوصل لمرمى الخصم بكل سهوله وبكل اريحيه. الحاجه الثانيه وهي الاهم ان لعيبه الرجاء او الرجاء ككل مش من الفرق اللي هي بتقعد تبني لعب على الارض وتلعب باص يمين ودور الكره يمين وشمال، لا، لعيبه الرجاء او فريق الرجاء بيلعب الدايركت بلاي، الكره المباشره. اول ما لعيبه نص الملعب او لعيبه المدافعين يستلموا الكوره اول حاجه بيفكروا فيها ان هم يلعبوا كوره مباشره للمهاجمين، سواء عبد الله الحفيظي او سفيان رحيمي او محسن متولي، بيدي لهم الكوره على طول مباشره ليهم. ودي ممكن تخلي الرجاء ليه افضليه ان انت السرعه اللي اول ما تقطع الكوره مثلا من نص ملعب الزمالك على طول في ظهره تروح على هجوم الزمالك. دي حاجه ثانيه متميز للرجاء لان الرجاء بيلعب دايركت بلاي ولعب مباشر ما بيقعدش حضر كتير. حاجه الثالثه وهي الباكات بتاعه الرجاء. الرجاء الباكات بتاعته على قد ما هي نقطه قوه على قد ما هي نقطه ضعف. ليه نقطه قوه نقطه ضعف؟ نقطه قوه ان الرجاء في الثلث الهجومي من ناحيه الباكات نوعا ما مميز ان الباكات بتاعته كويسه في العرضيات ومميزه في الناحيه الهجوميه، لكن في الحته الدفاعيه الرجاء عنده مشكله في الباكات وهنجي لها كمان شويه. بس دي الحاجه الثالثه، ان الرجاء هجوميا من ناحيه الباكات كويس، دي حاجه كويسه جدا من الرجاء. طب ده واحد يقول لي بس زملكاوي، يقول لي يا معلم انا بطني اصلا مكركبه لوحدها ومتوتر، انت جاي توترني اكتر ليه؟ ما تتكلم شويه على السلبيات. بص يا معلم، سلبيات الرجاء بتتمثل في حاجتين. الحاجه الاولى اللي انت تضغط على الرجاء، ما تديش مساحه للرجاء انه يستلم كوره وهو يلعب لك الدايركت بلاي بتاعته. حاول انت تعطل لعب الرجاء سواء بقى بقطع الكوره او فاول في نص الملعب تكتيكي او اي حاجه، لازم 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 ما تخليش الرجاء يطلع بالكوره بسرعه. واخطر لعيبه ومن اخطر لعيبه اللي بتعمل الدايركت بلاي على طول ومره واحده ممكن ياخد الكوره وتلاقيه طلع يجري على مرمى الزمالك هو بدر بنون. بدر بنون مدافع الرجاء، مدافع الرجاء مره واحده ممكن يستلم الكوره وطلع يجري قدام لوحده ويروح بالكوره.
ده برضو مقلق، اللي انت مش عارف بقى تمسك العرجون ولا تمسك فبرس نجويما ولا بدر بنون اللي جالك من ورا اللي قدام، ولا عبد الله الحفيظي ولا سفيان رحيمي ولا محسن متولي ولا ملانجو، كتير كتير كتير، فانت مش عارف تضغط على مين فيهم بالظبط. فلازم الزمالك ما يديش الحريه ان الرجاء نوعا ما يضغط عليه او نوعا ما يستلم الكوره ويبتدي يحضر لعب براحته او يلعب الدايركت بلاي براحته. الحاجه الثانيه وهي برضه نقطه ضعف عند الرجاء، وهي العرضيات او الكرات الثابته، العرضيات المتحركه او الكرات الثابته دي نقطه ضعف عند الرجاء. شفنا في الوداد برضه نقطه ضعف ان هم عندهم ان العرضيات شكل مؤثر عندهم او سلبيه عندهم، برضه الرجاء عنده سلبيه، شفنا اكتر من جول في الرجاء بسبب كرات عرضيه او كرات ثابته، وده ممكن شكل الزمالك قوه عنده في ظل انت عندك محمود علاء بيلعب بدماغه كويس، مصطفى محمد بيلعب بدماغه كويس، وكمان اشرف بن شرقي بيلعب بدماغه كويس، فانت عندك الحته السلبيه الثانيه عند الرجاء وهي العرضيات سواء المتحركه او الكرات الثابته. الحاجة التالتة والنقطة التالتة عند الرجاء وهي الباكات، على قد ما باكات بيقدموا شكل هجومي كويس، الباكات دي سيئة جدا دفاعيا وبطيئة جدا جدا جدا، وبالاخص الباك اليمين بتاع الرجاء. لو اشرف بن شرقي لعب على لاعب الرجاء ده زي ما قال الكتاب هياكل على قفاه عيش كتير كتير كتير. بطيء مهاريا بن شرقي هيعرف ياكله، وكمان ان الرجاء اكيد لو احنا بنتكلم على السلبيات اكيد مدرب الرجاء السلامي قاعد برضه عارف ان الزمالك عنده نقطه قوه في الحته دي فبيحاول يقفل عليه. فانت مثلا لو لقيت بن شرقي مقفول عليه بلاعبين اللي هو باك رايت مثلا، باك رايت ونص الملعب وباك رايت والوينج، ممكن تعمل كثافه كمان تلعب 2 ضد 2 او 3 ضد 3 تخلي بن شرقي لوحده و2 ضد 1، فاهم؟ فانت الحته بتاعت الباكات بتاعت الرجاء سيئه عند الرجاء، سلبيه عند الرجاء، ممكن الرجاء يقفلها، لكن بن شرقي لو ركز ونجم لما بيلعب لو ركز الاثنين يعرفوا يقدموا مباراه كبيره جدا جدا جدا. فنقط قوه الرجاء هي في الوينجات بتاعته او الرباعي الهجوم ككل، محسن متولي وعبد الله الحفيظي وسفيان رحيمي وملانجو، وكمان الدايركت بلاي ولاعيبه نص الملعب اللي هو العرجون اللي بيتقدم كتير جدا لقدام وبيبتدي يلعب للحفيظي والحفيظي على طول لمنطقه الجزاء، وكمان الباكات بيقدموا شكل كويس، والدايركت بلاي دي مهمه جدا 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 عند الرجاء. نقط ضعف الرجاء بقى عندك نقط ضعف في الضغط على المدافعين والضغط على نص الملعب، عندك الباكات بتاعتهم بطيئه والكرات العرضيه والكرات الثابته. حطني رقم واحد في القصير. نيجي بقى للزمالك، وعايزين نتكلم في البدايه عند الزمالك، خلينا نتكلم نقط ضعف الاول عن نقط القوه. نقط ضعف الزمالك وبكره او يوم الاحد هتشكل شكل او سلبيه كبيره عند الزمالك، النص الملعب هيفقد فيه فيرجيني سياسي اللي جاله كورونا، ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع في اقرب وقت، لكن فيرجيني سياسي جاله فيروس كورونا اللعين، وجي اللي انت كده اضطريت تلعب في نص الملعب جنب طارق حامد هتلصم بقى. هو الزمالك عنده ثلاث خيارات مفيش رابع اليوم. اول خيار ان انت تلعب محمد حسن، وده اسوأ خيار، ان محمد حسن شفناه كذا مره بيلعب جنب طارق حامد مفيش انسجام، ونص الملعب بتاخد منه بكل سهوله، ومن طارق حامد ومحمد حسن بيلعبوا جنب بعض عشان الاثنين بيلعبوا بنفس المهام. والخيار الثاني عندك اسلام جابر، برده اسلام جابر ما ينفعش لان كذا مره لعب في نص الملعب ولعب مع الزمالك ما قدمش المستوى المطلوب، برده ده خيار اسوأ من خيار محمد حسن. الخيار الثالث واللي ملوش يعني مفيش عليه جدال، اللي انت تلعب بزيزو جنب طارق حامد، تلعب بزيزو جنب طارق حامد في نص الملعب، وقدامه يبقى اوباما وبن شرقي ناحيه الشمال ونجم ناحيه اليمين قدام مصطفى محمد، ده لازم تلعب بيه في نص الملعب، لان انت نص الملعب هتنزل قدام الرجاء، الرجاء يبقى بيضغط عليك كويس جدا، الرجاء عارف ان انت في سلبيه او في نقطه ضعف في نص الملعب هيحاول يستغلها. وكمان الحاجه الثانيه عند الزمالك اللي الرجاء ممكن يستغلها هي حته الانذار اللي عند طارق حامد، طارق حامد خد انذار في ماتش الذهاب مش هيلعب ماتش العوده، فلازم طارق حامد يركز في الحته دي كويس جدا جدا جدا. وكمان لازم اللي يلعب من طارق حامد في نص الملعب هو زيزو مش محمد حسن او اسلام جابر، عشان ما نشكلش يعني فرصه اكبر للرجاء اللي تمسك منك نص الملعب. السلبيه الثانيه عند الزمالك وهي الباكات بتاعته سواء عبد الله جمعه او حازم امام، الباك اليمين والباك الشمال بتوعك، الباك اليمين والباك الشمال مش افضل حاجه دفاعيا، لكن شفنا حازم امام ضد حمد الهوني ضد الرجاء ضد ترجي عمل مباراه كويسه جدا جدا جدا، وحمد الهوني من اللعيبه اللي مش بسيطه او اللعيبه مش السهله، لا لاعب صعب جدا حمد الهوني، وحازم عمل شغل كويس قدامه. وعبد الله جمعه برده في الحته الدفاعيه هو بيلعب بالجرينتا وبيلعب بالروح وبالحماس اكتر من بيلعب فنيا يعني، فعبد الله جمعه ممكن يفيدوه في الحياه الدفاعيه، بس الباكات بتاعت الزمالك نقطه ضعف ونقطه ضعف الزمالك. نقطه ضعف الثالثه بتاعت الزمالك وهي المساحه اللي ما بين نص الملعب وما بين المدافعين، لو في مساحه ما بين نص الملعب وما بين مدافعين الزمالك عبد الله الحفيظي والعرجون هيعرفوا يستغلوها بكل سهوله، الاثنين دول اصلا او بالذات يعني عبد الله الحفيظي اكتر حته بيحب يلعب فيها هي ما بين الخطوط، فانت لو اديت له مساحه ما بين الخطوط قول على نفسك يا رحمن يا رحيم يا معلم واحمد ربنا بقى ايه، وقفل الماتش وامشي خلاص، انت سبت له مساحه،
تمسح ما بين الخطوط، وكمان اديله فرصه انه يضغط على قلبين الدفاع بتوعك. فلازم بكل الطرق اللي انت ما تسيبش مساحه ورا قلبين الدفاع بتوعك. نقطة قوة الزمالك بقى متمثلة في حاجات كتير. أول نقطة وهي الوينجات بتاعتك، ونجم وبن شرقي، ونجم وبن شرقي في الماتشات الكبيرة في أفريقيا بيفيدوك جدا جدا جدا. وكمان هما داخلين على عدوهم اللدود الرجاء اللي هما كانوا بيلعبوا في الوداد وعايزين يجيبوا حق الوداد اللي خسر الدوري من الرجاء. فتلاقي كده بن شرقي ونجم فايقين فوق يعني مش طبيعية قدام الرجاء. فنقطة قوة للزمالك أصلا بن شرقي ونجم، وإن شاء الله في مباراة النهاردة يبقى نقطة قوة أكبر وأكبر. فبن شرقي ونجم نقطة كبيرة جدا ونقطة قوة كبيرة جدا 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 للزمالك. النقطة التانية وهي مصطفى محمد. مصطفى محمد من نص فرصه بيقدر يجيب لك جول، اي كره عرضيه اي ثرو لمصطفى محمد هيقدر يستغلها على طول ان شاء الله. ودي نقطه ثانيه للزمالك ان انت تعتمد على عرضيات لمصطفى محمد عشان دفاع الرجاء مش افضل حاجه في العرضيات. النقطه الثالثه وهي برده الباكات، الباكات بتوعك لو خدوا حريه هجوميه او باك من الباكات عمل حريه هجوميه ورفع عرضيات هيعرف يفيدك كويس جدا في الناحيه الهجوميه. كل التوفيق للفريقين، كل التوفيق للرجاء، كل التوفيق للزمالك الاثنين، سواء انت مغربي رجاوي او انت مصري زملكاوي بتتفرج عليا، كل التوفيق للفريقين. ونيجي للفقره وهي التوقعات. توقعاتي لمباراه الرجاء والزمالك ومين اللي يصعد منهم للفاينل 2020 اللي هيتلعب في مصر هو الزمالك. بس هو ده كان كل اللي عندي في حلقه النهارده للزمالك والرجاء قبل المعركه. وزي ما كاتب في الثامبنيل اللي داخلين على فيلم رعب مش مباراه بالنسبه للزملكاويه. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. ولو عايز تقول لي توقعاتك او لمحه نسيتها هنا لمحه نسيتها هنا قول لي في الكومنتس. وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.